لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول عبودية الكائنات لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا نواصل حديثنا حول العبودية في النبات والأشجار. وحديثنا اليوم عنوانه شجرة تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجرة تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شهادة الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تقر بشهادة التوحيد. فكما جاء في الصحيحين، كما جاء عند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأقبل أعرابي، قال: فلما دنا، يعني كانوا في سفر فنزلوا لعلهم في مكان للراحة، قال: فأقبل أعرابي. الأعراب في البادية ينتشرون. فأقبل أعرابي قال: فلما دنا، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي هذا من باب عرض الإسلام عليه: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: فقال الأعرابي: ومن يشهد على ما تقول؟ الأعراب بيبقى لهم حاجات غريبة كده. ومن يشهد على ما تقول؟ يعني هات لي حد يشهد ان انت نبي معاك. يعني كان من الممكن ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم على الفور: يشهد فلان وفلان 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 هؤلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الأعراب، فلما قال الأعرابي: ومن يشهد إلى ما تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السلمة. والسلمة هي الشجرة من شجر البادية، الشجرة من شجر البادية. شجر البادية بيبقى شكله معروف شوية كده، عامل زي ما يكون شجر فيه شوك كتير. قال: هذه السلمة، يعني شجرة من شجر البادية. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بشاطئ الوادي. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي. شاطئ الوادي يعني ماذا؟ يعني في حرف الوادي، وهي فين؟ في الشاطئ الثاني. يعني الوادي مساحته مثلا كده في وسط جبال، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناحية والشجرة في ناحية أخرى. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه. يعني ايه تخد الأرض؟ تشق الأرض، الأخدود اللي هو الحفرة أو الأخاديد، الحفر. قتل أصحاب الأخدود، يعني الذين حفروا الحفر للمؤمنين عند قتل المؤمنين. قال: فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. الشجرة جاية من آخر الوادي وهي ماشية بتشق كده الأرض، يعني الجذر بتاعها ماشي معاها وهي ماشية في الأرض. قال: فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال.
فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني قال لها: تشهدين أني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قالت: أشهد أنك رسول الله. تشهدين أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. تشهدين أني رسول الله؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. قال: ثم رجعت إلى منبتها، بعد ما خلصت الإيش المهمة بتاعتها، ثم رجعت إلى منبتها. فهذا الحديث فيه دليل ابتداء على إثبات العبودية في الشجر لله سبحانه وتعالى، فهي تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر بشهادة رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا مظهر من مظاهر العبودية العظيمة في الشجرة. بل ليست الشجرة كلها فحسب، بل جزء من النخلة كذلك أيضا يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء أيضا عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بما أعرف أنك نبي؟ أنا إيه اللي عرفني أنك نبي؟ بما أعرف أنك نبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. العذق جزء من النخلة من أعلاها، يعني كأنه والله أعلم جزء من العرجون اللي هو بيشيل الثمر. قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة. سبحان الله، مشهد عجيب جدا. العزق ده نازل جزء من النخلة من فوق، نازل كده من على النخلة، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. يعني تقدير الكلام أنه نزل هذا العزق وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع فأسلم الأعرابي. وهذا كأنه من باب أن كثيرا من الأعراب من يعني شدة الجهل ربما الحجة والبيان ونحو ذلك ربما كثير منهم لا يرضى به، إنما يرضى بالشيء الغريب المعجز الآية. ولذلك كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء. والشاهد أيضا من هذا الحديث الآخر إثبات العبودية أيضا في النخل والشجر، وكذلك فيه معرفة هذه الكائنات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك إثبات آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.